صباح الخير عليكم، صباح النور. كي دايرين؟ كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى باش يلقاكم هذا الفيديو في كامل الصحة والعافية، ثم وليداتكم وبواتكم وحبابكم وأصدقائكم. اليوم غادي نديروا واحد التورتية إسبانيولا اللي غادي تعجبكم وتعجب وليداتكم، وهنا غادي للكاريفور باش نجيب. تمشيو معايا، يلا تمشيو معايا للكاريفور باش نجيبو وتشوفوا الحوايج البصل اللي غادي نديرو بهم هاد الطورطية وغادي تستفيدوا منها. يلا هم معايا حبايبي حبيباتي. الشطره تصب عندنا الشتاء والشتاء فصل الشتاء والكمامة. نمشيو للكاريفور ونتلاقاو. اللي غادي ناخذو كما كتشوفو كيف، وغادي نزيدو نعاودو نوريكم شنو غادي نمشيو نزيدو. هذا نعاودو نمشيو تشوفو شنو خصنا. تازو البيض كامبيرو او البيض البلدي باش نديرو التورطية ديالنا. عندنا الشيب وعندنا الفرماج. اوف هاي مامي يا مامي، فوقاش نتهناو هاد الاجتماع. صافي شريت داكشي اللي قلت لكم باش غادي ندير الطورطية كما شفتوه ها هو، وغادي نطلعوا للدار وغادي نديروا الطورطية ديالنا. وتابعوا الفيديو حتى الاخير باش تستفيدوا من هاد الطورطية. راه تجي زوينه 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 زوينه. السلام عليكم، هانا رجعنا للدار. المهم ها هما الحويجات ديالنا اللي شاركت معاكم في كاريفور. بطاطا فرماج والبيض البلدي، والبيض ديروا اللي بغيتو. انايا يعني كندير البيض البلدي، واللي بغى يدير البيض الاخر ماشي ما كاين حتى مشكل. غنشدو هاد البطاطا ديالنا وانتم تشوفوا زوينه هاد البطاطا، يعني دايرين لها ما فيهاش يعني ما مقلياش في الزيت بزاف. هادي يعني هاد التورطية بالنسبة خاصة للإنسان اللي خدامين موظفين، تجي تبغي واحد النهار ما وجداتش، واحد النهار تجي معطلة ومشى للحال من وقت مشى للدراري ولا شي حاجة، تبغي توجد يعني واحد التورطية بلا ما تضل عاد تنقي البطاطا وعاد. يعني هادي التورطية رابيدة كيما نقولو، التورطية السريعة. هادي هرسو البطاطا ديالنا بهاد الطريقة. طبعا في الحال ما غاديش نهرسوها حتى تولي بحال الطحين، ولكن غنديرو لها بحال هكا. هيا حطوها هنايا، وغادي نجيبو البيض ديالنا. انا غادي نمشي نديه نغسله، انا عدنا كنغسلو البيض كما راكم عارفين، نغسل البيض. كما كتشوفوا البيض ديالي ها وصلتو، ودائما باش ما نضيعوش يعني مثلا نحلو ثلاثه د البيضات هنا في هاد يعني في هاد الليان، ومن بعد تجي وحده ماشي مزيانه وتخسرنا ويمشيو كاملين. انا دائما الطريقه ديالي هي هادي، يعني كنبدي حبه بحبه كما كتشوفوا. نزيدوا الزوجه تبارك الله مزيانه. الثالثه ديالنا حتى هي مزيانه. نزيدوا الرابعه تبارك الله، الحمد لله خرجوا كاملين مزيانين. انا غادي هاد التورتيه ندير فيها اربعه د البيضات، وكل واحد يدير على حساب الافراد ديال العائله ديالو.
غادي ندير فيها واحد القرصه ديال الملح، حقاش البطاطا راه عندنا مالحه والفرماج مالح، عندكم تكثروا الملحه وتجيكم التورطيه ديالكم مالحه. صافي غادي نضرب البيضات ديالي هنايا كما كتشوفوا هكا، ها هي جيبوا كاع الضراب احسن يا داوي. نشدو هاد البطاطا ديالنا نديرو على حساب القدر اللي حنا باغيين نديرو، بحال انا هاني مدرتهاش كاع، يعني ماشي النصف ولكن ماشي كاع، يعني خليت منها الربع ديال التورطيه على حساب يعني اللي يقدر ياكلها الولد ديالي ولا البنت، يعني بلا ما تشيط ضربوها مزيان هكذا. وغادي نشدو كيسو ديالنا كما كتشوفوا ها هو، هادي راه عندي هنا 250 غرام ديال الكيسو، وغادي نديرها ها هي، غادي نخلي منها حتى هي غير واحد القدر قليل ها هو، يعني مع هذيك البطاطا اللي بقات باش الا عاوتاني بغى شي واحد نعاود ندير له طرطيه. صافي هذا الشيء اللي كاين كما كتشوفوا، ضربنا البطاطا ديالنا راها يعني ارتبط في البيض. صافي دابا غنمشيو المقله ديالنا راها سخونه، غنمشيو المقله ديالنا وين كنت نوجد الخليط، خليت المقله ديالي باش تسخن، دهنها شويه الزيت، نكبوا الخليط ديالنا خليوها كما كتشوفوا ها هي طيب، وغادي نولي معكم باش نقلبوها. صافي بعد ما حسيت بها طابت لي من التحت هانتوما تشوفوا، غادي نقلبها شوفوا ما شاء الله ما لصقت حتى شي حاجه، هانتوما تشوفوا انا درتها خليتها طيب مزيان باش يعني ولادي ما يعجبهمش البيض يبقى شويه خضر ما يعجبهمش، تقدروا تزيدوا دائما فيها شويه ديال لافاني ليكيد باش كاع ريحه ديال البيض ما تجيهمش فيها. يلا طيب ونرجع معكم. كما كتشوفوا التورتيه ديالنا هي هذه ديال الشيبس والفرماج والبيض بطبيعه الحال، قطع لكم باش تشوفوا كيفاش جات دايره من الداخل، ما نقول لكم شي يعني مذاق و يتشهيه الكبير والصغير صراحة. ها انتم كتشوفوا كما تشوفوا شفتوا كي جات، هي هذه التورتيه ديالنا هانتوما تشوفوا كيفاش شفتوا كي جات دايره ها هي، شوفوا ما نقول لكمش كيفاش لا من المذاق ولا يعني من كل شيء. المهم اخواتي اخواني كلكم في الله، تبارك الله عليكم، تهلاو فريسانكم، ما تنساونا بالبسمه الزوينه ديالكم، واللي شاهد الفيديو يشارك في القناه باش يوصلوا كل جديد ديال كل شي ساهل مع مينا. تهلاو فريسانكم، الى اللقاء في فيديو قادم.